Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membaca surah Al-Fath dari ayat 27 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج
أخرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.